اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه لايف زو توكس. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده موضوع حلقتنا عن نباح الكلب. طبعا النباح ده اللغه اللي بيتكلم بيها الكلب وبيعبر بيها عن نفسه وعن احساسه وشعوره وحزنه وفرحه ولعبه وحتى عن تعبه وجوعه وعطشه. الحاجات دي كلها الكلب بيعبر عنها بالنباح، لكن كل حاجه هو الكلب بيعبر بيها بالنباح بيكون ليها نبرات معينة. دي انا كنت عرضتها في حلقة قبل كده، لكن احنا مشكلتنا النهاردة مش في مشكلة النباح بالاخص، لكن المشكلة ان في كلاب مش بتنبح اصلا خالص. طيب ايه فكرة ان الكلب مش بينبح خالص؟ دي طبعا ممكن تكون اولا متوقفة على النوع وسلالة الكلب. في بعض كلاب بتبقى عندها حتة النباح دي مش بتبقى طول الوقت او في اغلب الوقت لا بتنبح، لكن ممكن تنبح في وقت معين لسبب معين هي بتبدأ تنبح علشانه. عندك مثلا كلاب الجيرمان شيبرد، دي معروفة انها بتنبح برضو كتير، وكمان عندها حتة انها بتنبح لوقت الحراسة، يعني فكرة النباح عندها موجودة عادية جدا، وفي منها بيبقى عنده حتة النباح بكثرة موجود. كلاب البيتبول او كلاب الروتوايلر، الكلاب دي تلاقي عندها فكرة النباح مش كتير قوي، يعني ممكن تلاقي كلب البيتبول مثلا قليل ما ينبح، ممكن تلاقيه بينبح لسبب معين، ممكن تلاقيه ساكت جدا ما بينبحش خالص غير نادرا قوي. كلب الروتوايلر كذلك، لكن الروتوايلر عنده حتة النباح زيادة شوية عن البيتبول، لكن هو مش بينبح غير في الأوقات اللي بيبقى فيها ضرورة قصوى بتلاقي الكلب يبدأ ينبح. طيب الناس اللي عندها مشكلة ان الكلب مش بينبح خالص بقى، دي بتبقى مشكلة ممكن تكون قلة ثقة في شخصية الكلب نفسه، ممكن يكون عنده حالة اكتئاب، ممكن يكون هو يعني عنده مشكلة مثلا في حنجرته، النباح بتاعه بيأثر عليه في شيء. فممكن يكون تربيته قبل ما انت تشتريه مثلا كان صاحبه بيعوده ان هو يضربه، او كان بيركب له خناقة وقت ما كان يجي ينبح مثلا يشد الخناقة عليه، فالحاجات دي كلها خلته بقى يخاف ان هو ينبح. في عوامل نفسية وحاجات كتير طبعا، لما بتعرف السبب بتقدر ان انت توصل للحل في الحالات اللي زي كده. طيب دلوقتي انا عندي خلاص المشكلة دي وانا مش عارف ايه السبب والكلب عندي مش بينبح، ايه الحاجات اللي اقدر انا اعملها علشان ان انا اوصل الكلب ان هو ينبح طالما هو اصلا ما بينبحش خالص؟ في عندك مثلا ممكن تجيب الكلب اللي هو مش بينبح تربطه جنب كلب بينبح وعنده حتة الحراسة دي كويسة جدا. يعني لو انت مثلا معاك كلب بيتبول مثلا هو مش بينبح خالص، يعني هو طبيعة طبعا الكلب البيتبول ان هو قليل النباح، لكن في كلاب ممكن تلاقيها ما بتنبحش خالص، فانت عايز تديله الجرأة ان هو مثلا لو في حد غريب دخل المكان يبقى فيه حتى على الاقل انذار ان في حد دخل المكان. في الحالة دي ممكن تربط الكلب جنب كلب جيرمان شيبرد مثلا كويس جدا في الحراسة وشرس وعنده حتة النباح دي في الوقت المظبوط، وتبدأ ان انت تخلي الكلب ده مربوط جنب ده على الاقل يوم او اتنين، ولو قدرت تطول المدة طبعا كل ده بفايدة ليك. فهيبدأ ان الكلب لما يشوف الكلب التاني اللي بينبح ده كتير هيتعود ويعتاد على انه يبدأ ينبح معاه، بس بالتدريج يعني واحدة واحدة هتلاقيه بدأ الكلب ينبح. طيب التجربة دي ما جابتش معاك نتيجة، حاولت فيها ولقيت الموضوع ما جابش معاك نتيجة، ايه الحاجة اللي ممكن تحاول فيها مرة تانية؟ طبعا فكرة ان انت تخلي الكلب يبقى في حاجة هو عايز يعملها لكن مش طايلها، الحاجة دي ممكن تخليه يزهق فيبدأ ينبح. زي مثلا ان انت تطلع له مثلا ومعاك اكل ويكون جعان، وهتبدأ ان انت توري له الاكل وبعد كده تحطه قدامه على مسافة وتكون رابطه وتسيبه يبعد عنه شوية، اصبر عليه حبة هو هيبدأ ان هو يحاول ان هو يطوله بأي شكل لما يلاقي نفسه مش طايل ممكن ينبح. فكرة تانية أنا عملتها مع كلب بويكر روتوايلر اللي معايا، بجيب الكورة، وطبعا أي حاجة بالنسبة لأي كلب بغض النظر عن إنها كورة يعني، أما بتتحرك الحيوانات عموما أي شيء بيتحرك قدامهم بيلفت انتباههم، حتى لو قطة لو أنت حركت قدامها حبل كده هتلاقي بيلفت انتباهها إنها بتحاول إنها تجري وراها. أنت اربط الكلب لكن ما تخليهوش سايب إن أنت تجري قدام الكورة فيجري وراها، لا خليه مربوط وابدأ مشي الكورة مثلا قدامه واربطها في الحيطة زي ما هنشوف دلوقتي كده، وافضل اربطها في الحيطة، وطول ما انت بتحركها قدامه والكلب شايفها وهي رايحة جاية رايحة جاية قدامه كده
هو بيبقى عنده حتة إن هو يعرف إيه الشيء ده، عايز يمسكه، عايز يلمسه، عايز يحس بيه، شايف إن ده شيء بيتحرك، فيه حاجة بالنسبة له لافتة انتباهه، هيبدأ إن هو ينبح على الشيء ده. طبعا الحاجات اللي أنا بقولها لك دي هي كحلول ممكن تساعد معاك في فكرة إن الكلب مش بينبح خالص. طبعا ربطة الكلب كمان ليها عامل كبير، ممكن تربط الكلب فترة لكن برضه مش فترة كبيرة قوي، لأن الحاجات دي كلها بتأثر في نفسية الكلب. كل ما الكلب حالته النفسية اكتئبت بتلاقيه هو يعني خامل وبيبان عليه الهزل، تحس ان هو ما بقاش كويس، فهي الربط برضو ليها ليها كمان مساوئها وبتأثر على الكلب بالسلب. فلازم يكون كل حاجة فيها الاعتدال في الوسط، يعني تربطه لما تحس ان هو بدأ يتجرأ، ولما بتيجي تطلع كده بتلاقيه بيهب او يسمع صوت حد طالع بيبدأ يهب، خلاص لحد كده ايه، شوية اربطه شوية سايبه، شوية اربطه شوية سايبه، وهكذا، يعني بحيث ان انت برضه ايه ما تضغطش عليه، ويبقى الكلب يوصل له حالة من حالات الاكتئاب ويتعب نفسيا. جرب ان شاء الله الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي لو كلبك ما بينبحش، وان شاء الله يجيب معاك نتيجة، ويا رب نكون استفدنا بحلقة النهاردة، واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.